عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومسهلا أستاذكم في صف واحد هنا. الله يعافيك. أجل بعينك. قرب يجي عني هدوء. طيب. الشباب لا لا كذا صف واحد هنا. هنا بس. أيوه بيض الله وجيهكم. وجهك أبيض. وجهك طيب. حصان. اخوان والله على الاوراق هذا كني مراقب اختبارات. الاسم الكريم طال عمرك. الله يبارك طنان من حكمان. انعم واكرم من عمان. نعم انعم واكرم. نعم سامي عيض العضيله. ونعم ما عليك زول العرجاني. ونعم قربك منصور العضيله. ولد عم. ونعم من بك وبحمد. احمد مستور بن سعد الحارثي. ونعم ما عليك زول عبد العزيز محمد الجابري. ونعم طارق بن سالم بن طرق الحبابي. ونعم محمد بن مطر العنزي. ونعم ما عليك زول. من اللي اختار الجمهور منكم؟ الحكماني بن طناف. ألف مبروك بن طناف. الله يبارك فيك. اختاروك الجمهور. نعم. ما شاء الله كنت أهلا لهذه الثقة. استاهل. في مرحلة الخمسين. الحمد لله رب العالمين. صوت شجي. أشكر الله. إيش معنى شجي؟ شجي يعني صوت شجي. حلو. في قلبك في شيء؟ لا. صوت حلو يعني. صوت. الله يحلي أيام الجلامي. طيب. تتوقع فيه مفتاح ذهبي ولا بن طناف؟ عسى إن شاء الله. عسى ان شاء الله نتمنى والله ان نتمنى ولكن صراحه يعني اكون صادق معك يعني وليس كل ما اتمناه المره يدرك بشرك لهاي المجموعه فيه مفتاح ذهب. ها لهاي المجموعه فيه مفتاح ذهب يا رب. المشكله ممكن فيه مفتاح بس الباب وين؟ يمكن ما في باب. في باب هل وش فائده المفتاح بدون باب؟ ما في فائده لكن في ابواب وايد ان شاء الله. صح ان شاء الله مفتاح. طيب اعطونا الاسم. تاهل معنا لمرحله الخمسين. ممتاز. اكدوا لي الاسم. الف مليون مبروك أحمد مستور لبي وصولك إلى مرحلة الخمسين. عليكم شوف بحبك شوفكم أشبك. هلا وأهلين يا زين المحية والجناب المر. هلا باللي الله يرحم والديك. طيب عطونا الاسم الثاني أو الاسم الثالث في هالمجموعة إن شاء الله كمان مع بن طناف وأحمد. ممتاز. نقول ألف مليون مبروك كذلك اللي تأهل إلى مرحلة الخمسين. ليش تأشر هنا؟ لأن الرجال ذا ودك أي نذر. ودك أي نذر. أنا ودي تأهل ظافر. ألف مبروك. استاهل 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 طبعًا. أنا أقول الظافر ودي طبعًا أنا ودي تهلون كل أبوهم لكن هذا في نهاية الأمر يعني برنامج. مساك الله بالخير. مرحبا. شلونك الله يحييك. مساك طيب. طول عمرك. الأمور زينة كلها. بشرك الحمد لله. الله يرفع قدرك ويرحم والديك ويطول في عمرك. أحمد كيف النفسية الآن؟ لبي عالية جدًا. عالية جدًا. جدًا. أعلى من في أعلى من جدًا؟ في. طب أنت ليش متوتر وأنت متأهل؟ ما أدري. ليش يقول ما أدري؟ اقول ليش يقول ما ادري؟ يقول والله ما ادري. مين اللي يدري؟ اكيد اللي يدري الله سبحانه وتعالى. مين سبحانه وتعالى؟ مين اللي يدري؟ الجمهور معدنا الجميل. مين اللي يدري؟ لجنه التحكيم وانت ان شاء الله يا حبيبي. السؤال مش لك يا احمد، السؤال للمعد. مين اللي يدري؟ استنى بال شويه كده. هو اللي يدري صح لانه متاهل لمرحله الخمسين. الف مبروك يا سامي. استاهل استاهل استاهل. تفضل يا سامي. مبسوط يا سامي جدا. انا ترى احب الانسان اللي يعطي. انا دائما مؤمن ايمان قطعي بان الانسان في لحظات من حق مشاعرك عليك انك تعطيها حقها، فإن جوالك تعبر عنها. في لحظات الفرح افرح، في لحظات الحزن احزن. احزن يا حلو. اذا حزننا بس بشكل جميل بشكل حلو صح. اول شيء احب اشكر الجمهور. صحيح انه اول خطوه ادخل على قناه للامانه بس بدون سبحه ابشر طال عمرك. اول خطوه للامانه ادخل على قناه صراحه، واني ادخل بث مباشر. لكن اشكر الجمهور على دعمهم وباذن الله الواحد راح سواء. ليش طاحت دمعتك؟ ليش طاحت دمعتك؟ عندك مجال كبير انك تعبر في والله اليومين اللي راح تقضيها. والله شوف من يوم ارسلوا لي القناه
وكان عندي تفاؤل كبير للأمانة أني أنا راح أتأهل يعلم الله وبإذن الله الواحد الأحد أني لا أدخل أني أنا أشوف أنا ما خبرت والدتي للأمانة أني بجري البرنامج صدق بس قدمت على برنامج قبل يمكن سنتين أو سنتين وأكثر قالت لي يا عبد روح عسى الله يوفقك فأنا للأمانة الآن أقول لها افتخري أن أنا أفتخر للأمانة اللي أنت أمي للأمانة الله وبإذن الله تشوفين شيء عجب عينك بإذن الله الله بإذن الله زينك ما خطيت زينك ما خطيت نفس تركي يوم قال تركي كنت روش قال تركي للجمهور نسوا أنا كنت بذب ذبة بس نسيت كيف قال بتصير بايح لا لا تفضل تفضل يا حبيبي خلى الذبة في الخمسين طيب تكل بالله طيب تبون تقولون شيء قبل أقول لكم شكرا الرجال ذا عنده لا قبل أقول لكم شكرا الله انتم ما شاء الله كم تأهل الآن أربعة ثلاثة والله ودنا أربعة تأهل ابن طناف وتأهل ظافر أربعة وتأهل منصور سامي وتأهل أحمد سامي واحد سامي أنت ظافر صح نعم نعم لكن انت قد منصور طيب. سامي سامي تبون نقول لكم شيء يعني أربعة ما اكتفيتوا يا جماعة والله ما اكتفينا ذهبي تكفى ما اكتفينا ايه كرت ذهبي المفتاح المفتاح حاسين انه موجود ما اكتفيتوا لا والله ما كان في الله قاسم شيء ما اكتفيت والله شوف وافي صح ما اكتفيت وافي قل له من الله سبحانه وتعالى وقسمك خذيته في المجموعة ورحت إلى مرحلة الخمسين ألف مبروك تستاهل 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 يلا الله يجعل الله يبارك فيك الله يدعي الله ما يعرف صوتك بس تعب طبعا هذه أكثر مجموعة اختاروا اللجنة الله يبارك فيك من يتأهل إلى مرحلة الخمسين مثل ما تشوفون الفرح يعني أرجاء هذه القرية وهو الوصول إلى مرحلة الخمسين فما بالك إذا دخلوا إلى القرية فما بالك إذا دخلني إلى الجنة كيف تكون مرحلة يا إخوان هذا منظر معبر ومبكي للأمانة لهم وللناس اللي حبوهم في منصة إكس ودعموهم أتمنى يعني هذه الفرحة أن تدوم إلى مرحلة 25 وكل التوفيق للشباب الباقيين في البرامج القادمة شكرا لكم الله يجزاك خير لبيك لبيك أول شيء اختصار توعدني أبشر أبشر سعد أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم من لا يشكر الناس لا يشكر الله شكرا لكل من دعمني وهذا اني اوصل 50 وانا احلامي كان اللي يقول الغي مشاريع وانفذ مشاريع طيب كاني وزير الكهرباء والصناعه نعم. وعند النهايه كلها ذبت الريع ودعتها للي حفظ الوداع سلامتكم والله يوفقكم وابشروا بسعادكم والدعم كله كفو بيض الله وجهك لا تقول الشباب شكرا لكم جميعا مع الممر هذا وتكرمتوا اعطونا المجموعه اللي بعدها يا اخوان